تحية نضالية وتحية المجد الخلود لجريدة اليوم 24 التي تواكب احد الدكاترة المعطلين بالمغرب تنسيق الدكاترة المعطلين. الان جينا امام الولاية وكما كتشوفوا تدخل عنيف في حق الدكاترة والدكتورات، اصابات خطيرة في حق الدكتورة والدكتورات، اذا كذلك الركل والعفس في حقنا. الان احنا في خطوات تصعيدية بموازاة مع الاضراب عن الطعام المفتوح في اليوم 36 من الاضراب عن الطعام المفتوح، والوضعية جد حرجة للمضربين والمضربات، خطيرة جدا. أزيد من 53 حالة نقلت إلى المستشفى في حالة خطيرة. كذلك نحمل كامل المسؤولية للجهات المعنية فيما تتعلق الأوضاع، ونحن صامدون ومستمرون في شوارع الرباط إلى غاية تحقيق ملفنا العادل والمشروع ألا هو التوظيف في إسلاك الوظيفة العمومية. نخوض اليوم شكلا نضاليا أمام الولاية بعد أن خضنا أشكالا عديدة. وطني أرضي أمي، وطننا أرضنا أمنا، نحن أبناؤك المغاربة، نحن المتميزون، نحن النخبة، نحن النجباء، ولكل زمن نجباؤه. لقد حصلنا على أعلى الشواهد العلمية وشهادة الدكتوراه التي من شأنها أن ترفع راية المغرب عاليا. بنا سنفتخر، بك سنفتخر، وبنا ستفتخر، نحن من سيمثلك في المحافل والمؤتمرات الدولية والوطنية. عليك وطني العزيز أن تعلم اليوم أنه في ظل الصحافة الإلكترونية والرقمية أصبح العالم